الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى تفسير سورة الحشر، وقد وصلنا إلى الآية 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد، أي أخرجه في مسنده، حدثنا محمد ابن جعفر، حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار، يعني العباء، متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، يعني الحاجة والفقر. قال: فدخل ثم خرج، يعني دخل بيوت أزواجه ثم خرج صلى الله عليه وسلم، فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة، فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ الآية التي في الحشر: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، يعني صرة تملأ كفه، بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهبة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرح استنار وجهه وتهلل صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة بإسناده مثله.
قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا يبين لنا ما معنى كلمة سنة حسنة. هذه القصة تبين لنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء القوم وما بهم من الفاقة خطب صلى الله عليه وسلم في الصحابة وذكرهم بالله وتلا هذه الآيات التي فيها الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وحثهم على الصدقة. في بعض الروايات أنهم تأخروا، فجاء رجل من الأنصار رضي الله عنه بصرة، في رواية بصرة من ورق أي من فضة، تعجز كادت كفه تعجز عنها، ثم تتابع الناس، فكان أول من سن هذه السنة الحسنة هو ذلك الأنصاري رضي الله عنه، إذ هو أول من تصدق، فلما رأى الناس فعله سارعوا فيه الصدقة. وهذا الفعل الذي فعله رضي الله عنه صدقة، إذن هذا مشروع، أصل العمل مشروع، لم يبتدع بدعة، كما يقول المبتدعة عن البدع التي يحدثوها في الإسلام يقولون بدعة حسنة، بل البدعة في الدين كلها ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا ابتدأ الإنسان في مكان أو في زمان عملا صالحا له أصل في الشرع، هجره الناس أو غاب عنهم ثم اقتدى به الناس في ذلك، فينطبق عليه الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وضد هذا من يسن سنة سيئة، عمل سيء عياذا بالله، فيقتدي به بعض الناس ويقلدونه في هذه المعصية والعمل السيء، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فرحم الله عبدا كان ممن يحيون السنن، وهدى الله عبدا يسعى للابتداع في الدين والدعوة إلى عصيان الله. ففي هذه القصة تلا النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وغضب وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه. والتقوى هي سر السعادة، سر سعادة العبد وحياته الطيبة في الدنيا هي أن يتقي الله ويكون له الفوز والفلاح يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. العرب
تطلق على المستقبل الغد، فيقولون عن عما هو آت يقولون غدا، والمقصود هنا يوم القيامة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي من خير أو شر. وهذه الآية كما يقول العلماء أصل في محاسبة النفس، كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، يوم الدين ويوم الحساب والجزاء. إذن هناك يوم آخر يحاسب فيه العبد عما قدم. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فينظر العبد في عمله، إن وجد زللا فإنه يتوب إلى ربه توبة صادقة، يندم على هذا الزلل ويقلع عنه فورا ويعزم على عدم العود إليه. إن وجد تقصيرا جاهد نفسه وحملها على إتمام العمل وإكماله، وهكذا حساب يحاسب العبد نفسه في الله سبحانه وتعالى، ويستعين بربه على ذلك. فالتوبة نوعان: توبة واجبة وتوبة مستحبة. توبة واجبة من جميع الذنوب والمعاصي، وتوبة مستحبة من الغفلة والتقصير. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. واتقوا الله هذا تكرار، تكرار للتأكيد، فهذا تأكيد ثان. وبعض العلماء يقول: اتقوا الله الأولى، أي اتقوا الله سبحانه وتعالى بالتوبة فيما مضى، والتقوى الثانية أي فيما يستقبل، أي اتقوا المعاصي فيما يستقبل. وهذا شأن المؤمن الذي يعلم لماذا خلق وينشغل في الدنيا بإعداد الزاد. إن الله خبير بما تعملون، سبحانه وتعالى عالم بجميع أحوالكم وأعمالكم، لا تخفى عليه منكم خافية، ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير. فهذا يوجب للعبد تقوى الله سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل مخاطبا عباده المؤمنين: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسأل الله العافية. النسيان معناه الترك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني تركوا أمره، نسأل الله العافية، تركوا عبادة الله سبحانه وتعالى، وتركوا امتثال أمره واجتناب نهيه، نعوذ بالله. فعاقبهم الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، فأنساهم أنفسهم. أنساهم أنفسهم يعني عاقبهم بأن يتركوا أنفسهم مما فيه منفعتها وتزكيتها وصلاحها. فتجد في أعماله وأقواله عياذا بالله بعيدا عما يرضي الله من الأقوال والأفعال، يعبد غير الله، عياذا بالله ينغمس فيما هو منغمس فيه من معصية الله عز وجل. تمر الأيام والسنون
وهو غافل محروم عياذا بالله، ضيع عمره في معصية الله سبحانه وتعالى. هذا عقاب من الله لأنه نسي الله، فأنساه الله نفسه، أنساه الله أن يعمل لنفسه ما ينفعها. فالدنيا هذه معبر وليست مقرا. الدنيا خلقنا فيها لعبادة الله وإعداد الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالحرمان، كل الحرمان لمن غفل عما خلق له. فنعوذ بالله، ويحذرنا الله أن نكون كهؤلاء، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسكم. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تنسوا ذكر الله فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال: أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون من طاعة الله، الهالكون يوم القيامة، الخاسرون يوم معادهم. لأن أصل الفسق الخروج، يقال فسقت الرطبة أي خرجت نواتها، فكل من خرج عن طاعة الله يسمى فاسقا، والفسق منه الأكبر ومنه الأصغر. الفسق الأكبر هو الكفر، والفسق الأصغر هي المعاصي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يذكر رحمه الله هنا أثرا لأبي بكر رضي الله عنه، رواه الطبراني رحمه الله عن نعيم ابن نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم؟ كل منا له أجل معلوم، فمن استطاع أن ينقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل، يعني بتوفيق الله وتسديده. فعلى العبد أن يدعو ربه أن يوفقه ويسدده، أن يأخذ بناصيته إليه. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم، فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. جعلوا آجالهم لغيرهم، يعني عجب، هناك من يفني عمره في معصية الله وفي طاعة فلان المخالفة لطاعة الله، وفي نشر فلسفة فلان، فلسفة ليبرالية أو علمانية أو اشتراكية وغير ذلك، ويترك أمر الله سبحانه وتعالى، ويترك حكم الله عز وجل والدعوة إلى دينه التي أمرنا الله بها سبحانه وتعالى. فخير الناس من يحبب الله سبحانه وتعالى إلى الناس، ومن يحبب الناس في الله عز وجل. أين من تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم. نعم، كل منا يعمل في هذه الدنيا، لما يموت يقدم على ما قدم ويرى جزاءه. وخلوا بالشقوة والسعادة. أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت الصخر والآبار. هذا كتاب الله يوصي بكتاب الله: لا تفنى عجائبه، فاستضيئوا منه اليوم ظلمة، واستنصحوا كتابه وبيانه،
إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم فيمنعه من قول حق. يقول: ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات. ثم يقول سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، يعني لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله يوم القيامة، كما قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ليسوا سواء، فالحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل لم يسوي بين أصحاب النار وبين أصحاب الجنة، بين المتقين وبين الفجار، سبحان الله سواء. لذلك الإسلام جاء بالعدل وليس بالمساواة، فالمساواة بين الكفر والإيمان ليس عدلا، المساواة بين المحسن والمسيء ليس عدلا، إنما جاء الإسلام بالعدل. وما ذكره سبحانه وتعالى هو العدل، أنه لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، لا يستوي الفجار والأبرار، إنما الله سبحانه وتعالى يحاسب كل إنسان على عمله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فيكرم الله الأبرار ويهين الفجار. أصحاب الجنة هم الفائزون، أي الناجون المسلمون من عذاب الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Mm-hmm.